بوضوح كده ممكن اقول لك ان دي اكبر ضربه تم توجيهها لقناه الجزيره القطريه من قبل المخابرات السعوديه والاماراتيه. تحديدا انا مش بقول الكلام من عندي، دي الجارديانز البريطانيه هي اللي نقل الخبر وبتتكلم على انه في فعلا تم اختراق عدد 36 هاتف محمول بيخص مذيعين ومعدين ومقدمي برامج وايضا رواد في قناه الجزيره القطريه وقناه العربي القطريه التي تبث من لندن، منهم على سبيل المثال تامر المسحال مراسل قناه الجزيره الموجود في قطاع غزه، ومنهم رانيا دريدي اللي بتصرخ وبتتكلم مع الجارديانز بتقول اللي حصل ده صدمه بالنسبه لي لانه البرايفسي او الخصوصيه بالنسبه لي لم تعد خصوصيه. الفيديوز اخذوها، الصور اخذوها وشافوها، المكالمات الهاتفيه اللي بينه وبين الناس اطلعوا عليها، وكمان مش بس كده ده يقدروا يشغلوا المايك بتاع الموبايل عشان يسمعوا كل حاجه انا بعملها وبتحدث اثناء وجودي في المنزل او في خارج المنزل. فتم فعلا تهكير وقرصنه هواتف العاملين في قناه الجزيره القطريه، والتفاصيل ان شاء الله هنقولها بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مشاهدين الاعزاء، شكرا جدا على تشغيل الفيديو، شكرا ايضا على متابعه الفيديو. حقيقه النهارده في الفيديو في معلومات مهمه جدا عن اللي حصل لمذيعين ومقدمي برامج ومنتجين ومعدين قناه الجزيره القطريه وقناه العربي القطريه التي تبث من لندن. موضوع غريب جدا واول مره يحصل بهذا الشكل او يتم التطرق ليه بهذا الشكل، لانه الجارديانز البريطانيه فتحت تحقيق كامل عن هذا الموضوع. اتكلمت على 36 صحفي في قناة الجزيرة تم تهكير هواتفهم المحمولة، والغريب ان الهواتف دي كلها ما المفروض انها بنظام الايفون او الابل اللي هي الشركة اللي بتدعي دائما او اللي طالما تتغنى بانها يعني في الخصوصية والامان اقوى شركة في الخصوصية والامان على مستوى العالم، ولكن تم تهكير الهواتف الخاصة بهذه الشركة اللي طبعا بتخص مذيعين ومعدين في قناة الجزيرة رغم انها تابعة لشركة ايفون. والحقيقة انه عشان نوضح الموضوع للسادة المشاهدين بوضوح وببساطة، هي شركة اسمها NSO Group، دي شركة استخبارات خاصة إسرائيلية. الشركة دي بحسب الجارديانز بتتعاقد مع عدد من دول العالم عشان تقوم هذه الدول، حكومات هذه الدول، الأمن الخاص بهذه الدول، مخابرات هذه الدول بأنها تتجسس على الإرهابيين أو المتطرفين في بلادها أو حتى المجرمين، لأنه كثير من دول العالم بتحتاج هذا النظام من التتبع والمراقبة. فهنا الجارديانز البريطانية بتتكلم على أنه في خبراء على أعلى مستوى خاصين بالمراقبة الرقمية. الخبراء دول تابعين لمركز اسمه سيتيزن لاب من جامعة تورونتو الكندية، بيتكلموا على أنهم عملوا تقرير مفصل عن اللي حصل لتهكير موظفي قناة الجزيرة القطرية. التقرير بيتكلم على أنه لأول مرة بتستخدم تكنولوجيا اسمها زيرو كليك تكنولوجي. معنى ايه زيرو كليك تكنولوجي؟ انت دايما تسمع انه الجهاز بتاعك بيتهكر لما يبعت لك لينك على هذا الجهاز، وانت بتضغط على اللينك ده فيتم فتح اللينك فيتفيروس الجهاز بتاعك او يتم مراقبه ما التحكم في جهازك المحمول اللي هو الموبايل فون بتاعك. ولكن الزيرو كليك تكنولوجي انت معاها ما بتفتحش اي لينك ولا بيتم ارسال لك اي لينك، هو بيتم اختراق جهازك المحمول عن طريق هذه التقنيه اللي هي زيرو كليك، وطبعا انت ما بتضغطش فيها على اي رابط. فهنا بيقول مركز سيتيزن لاب التابع لجامعه تورونتو الكنديه، بقول لك في اعلى باحثين خاصين بهذا المجال، مجال التقصي والتحقق الالكتروني والمراقبه الرقميه على مستوى العالم، بيتكلموا على انه ال NSO اللي هي الجروب الخاصه بيه الاستخبارات الإسرائيلية اللي بيتكلموا عنها اللي تم استخدامها من قبل السعودية والإمارات كما تقول الجارديانز، بتقول انه استخدمت هذه التقنية اللي هي تقنية الزيرو كليك، ودي معاها انت بتحصل على مراقبة او تتبع ومراقبة للهواتف اللي انت بترصدها بسهولة جدا بدون اي ديتكشن او اي يعني معرفة انه الشخص اللي انت بتراقبه ده بيصعب عليه انه يعرف انه هو بيتم مراقبته. وده اللي حصل لما اول شخص في قناة الجزيرة القطرية اكتشف هذه العملية، هو تامر المسحال مراسل الجزيرة الخاص بقطاع غزة وبفلسطين عامة، لانه هذا الشخص كان شك في احد المرات انه جهازه بيتم مراقبته، فعلى الفور ارسل لسيتيزن لاب اللي هو المركز الخاص بجامعة تورونتو في كندا، وبلغهم ان هو بيشك في انه فعلا بيتم مراقبة الجهاز الخاص بيه. ولما اعطاهم الهاتف بتاعه عشان يرصدوا ويتحققوا من ان كان هذا الهاتف بيتم مراقبته او لا، رصدوا الجهاز فوجدوا انه فيه سجلات بيانات الوصول الخاصة بجهاز تامر المسحال. عشان نوضح الموضوع ببساطة، انه سجلات بيانات الوصول هي السجلات اللي بترصد انت دخلت على انهي مواقع وهل انت دخلت على المواقع دي او لا. فحقيقة انهم رصدوا دخول تامر المسحال على مواقع لم يدخل عليها مسبقا من قبل ولم يتطرق لها، منها مواقع فيها مواقع خاصة بالتجسس ومواقع خاصة بانها مواقع فيها هاكن او
قرصنة على الأجهزة المحمولة، وسجل دخوله على خادم خاص بـ NSO Group الإسرائيلية بعد ما تم ضرب جهازه بأحد برامج القرصنة. وفعلا هنا اتأكدت الشركة اللي هي Citizen Lab انه فعلا هذا الجهاز تم قرصنته، عن طريق برضو التأكد بعدها بلحظات من برامج تقنية اتأكدت انه جهاز تامر المسحال تم رصده وقرصنته. ومن هنا بدأت عملية الانتشار ومعرفة جميع أجهزة يعني جميع الأجهزة اللي تم رصدها من قبل قناة الجزيرة. حقيقة هنا بنتكلم على ضربة قوية جدا من قبل المخابرات السعودية والمخابرات الإماراتية. حقيقة انا مش بقول الكلام يعني مش جايبه من عندي، هو بتكلم كلام واضح من قبل الجاردينز البريطانية اللي بتقول انه فعلا هذا الموضوع بيرجع لحد كبير للمخابرات السعودية. مش بس كده، ده انت بتكلم هنا على انه تم تقسيم هذه الهجمة لاربع مجموعات عنقودية. المجموعات كل مجموعة بتختص بضرب اجهزة هواتف معينة وكلها بترجع في الاخر لـ NSO Group. وبتقول الجاردينز انه هذه الهجمة تم تنسيقها بين المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة. الاربع مجموعات اللي انا بتكلم عنهم منهم مجموعتين رئيسيتين، مجموعة تتبع السعودية اسمها مونركي، هذه المجموعة ضربت 18 جهاز خاص بقناة الجزيرة، ومنهم مجموعة اسمها سنيكي كيسترل، هذه المجموعة الخاصة بالإمارات، وضربت حوالي 15 جهاز خاص بمذيعين ومعدي برامج قناة الجزيرة القطرية. والمجموعتين دول منهم جهاز واحد فقط، يعني من ال 18 اللي ضربتهم السعودية وال 15 اللي ضربتهم الإمارات بحسب الجاردينز، منهم جهاز تم ضربه مرتين أو تم رصده مرتين من قبل المونركي أو من قبل السنيكي كيسترل. فهنا أنت بتتكلم على عملية ممنهجة ومنظمة لضرب قناة الجزيرة القطرية، وحقيقة دي ضربة قوية جدا من المخابرات السعودية ومخابرات الإماراتية، وده باعتراف الجميع. وحتى قناة الجزيرة العربية، قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، اتكلمت عن الموضوع ده امبارح وعملوا مداخلة من قبل تامر المسحال. خد بالك الـ NSO Group الشركة اللي هي الإسرائيلية بتبيع السوفت وير او برنامج الخاص بالهاكم بتاعها او التجسس بتاعها لمؤسسات او لمصالح حكومية او دول يعني دول بعينها بتبيع البرنامج ليها، والدولة دي بتقوم بتولي مهمة التتبع والتجسس والتقصي للمشتبه فيهم في داخل هذه الدول وربما خارج هذه الدول. ده اللي حصل في الحالة اللي هنا، لانه لما تم سؤال الـ NSO Group من قبل الجاردينز قالت الشركة انه احنا ملناش علاقة بالبيانات اللي بيتم، يعني لو مثلا شركة بعنا لها او دولة بعنا لها هذا البرنامج التقصي والدولة دي قامت بالتقصي على مشتبه بهم بداخلها، احنا لا نطلع على المعلومات اللي بترصد هؤلاء لان احنا بعنا البرنامج او النظام بعيدا عننا، واصبح الوقت لا يوجد بيننا وبين من يتم الاطلاع او رصدهم اي علاقة على الاطلاق، ولا نعرف من يتم رصده او من لا يتم رصده. وبتقول كمان انه لو في شك برصد اشخاص غير اللي هم يعني في إساءة استخدام البرنامج احنا بنجري تحقيقات في هذا الامر. على فكرة عشان اوضح لحضرتك برضو انه الـ NSO Group دي شركة استخدمت من قبل دول عديدة في العالم لمراقبة ورصد عدد من السياسيين بهذه الدول. يعني اقول لحضرتك مثلا انه المغرب من سنتين تم رصد هذه الشركة، الشركة دي استخدمت من قبل المخابرات المغربية لرصد هواتف محمولة وهاكن او قرصنة الهواتف الخاصة بعدد من الصحفيين، استخدمت ضد سياسيين في اسبانيا، استخدمت ايضا في رصد أجهزة هواتف محمولة ضد رجال دين في توجو، واستخدمت في رواندا ضد طبعا معارضين في رواندا. حتى انه التقنية اللي استخدمت من قبل مع هذه الدول زي ما بتكلم على اسبانيا والمغرب ورواندا وتوجو، التقنية استخدمت عن طريق الواتساب، لانه عن طريق رسائل الواتساب قدرت الحكومات بتاع الدول دي انها تعمل هاكن لأجهزة محمول هؤلاء الأشخاص. وحصل قبل كده أن واتساب برضو رفعت دعوة قضائية على NSO Group فيما يخص تهكير الأجهزة أو أجهزة المحمول الخاصة بعملاء الواتساب عن طريق شركة الواتساب. حقيقة أنه التساؤل هنا لماذا تم اختراق الأبل أو الآيفون أبل، لأنه فعلا طالما كانت تتغنى شركة أبل بخصوصيتها وبأمانها وبقدرتها على حماية مستخدميها، لكن السؤال هنا اللي عايز أطرحه إزاي شركة زي أبل يتم تهكير هواتف محمولة خاصة بها والتجسس عليها، رغم أنه الشركة دي لطالما كانت تتغنى بخصوصيتها وبقدرتها على حماية مستخدميها وقدرتها العالية على الأمان. حقيقة أنه تم توجيه هذا السؤال من قبل الجارديانز لي احد المديرين المسؤولين في شركة ابل، وقال انه اللي بيحصل او اللي حصل من قبل عملية التجسس على المذيعين والمقدمي البرامج الخاصة بقناة الجزيرة، هذه العملية تمت لانه احنا عندنا النظام الحديث بنطالب الناس انها تقوم بتحديث هذا النظام او انها تنزله على اجهزتها المحمولة، وهو نظام الاي او اس 14. ما دون هذا النظام او ما الانظمة اللي كلها اللي بتسبق هذا النظام فعلا بيتم تهكيرها بسهولة او بيتم تهكيرها عن طريق الناس الاجهزة القوية، لكن نظام الاي او اس 14 ده من الصعب
يعني انه يتم تهكيره او ان يتم القرصنه عليه، لان النظام تفادى كل العيوب في الانظمه السابقه واصبح من الصعب التعامل معه او قرصنته. رانيا جيدي المذيعه في قناه العربي القطريه المبثه من لندن بتقول انه تم تهكير الجهاز بتاعي فعلا، لانه انا بتكلم في برنامجي في قضايا حقوقيه خاصه بالمراه، وبترجع برضو تهكير الجهاز بتاعها بتقول انه ربما ايضا لاني ليه علاقه باحد الاشخاص اللي هم ليهم يعني بينتقدوا دائما السياسه السعوديه والاماراتيه، فهذا الشخص ربما انه تم تهكير جهازي لتسهيل عمليه مراقبه ورصد هذا الشخص لانه دائم الاتصال معي. فالموضوع انه يعني طبعا عمليه كبيره جدا، انت بتتكلم في انه طبعا انتوا عارفين انه في قطيعه بين الرباعي العربي من سنه 2017 لقطر، ومن احد اهم شروط المصالحه في هذه الشروط الخاصة بالرباعي العربي مع قطر هو إغلاق قناة الجزيرة. فالموضوع أنه رسالة وضربة قوية بتوجهها المخابرات السعودية تحديدا والمخابرات الإماراتية لقناة الجزيرة القطرية، وربما رسالة كان لها غرض آخر غير الغرض اللي معلن، ولكن إحنا يعني بنقول هنا أنه بحسب برضو سيتيزن لاب بتقول أنه ما خفي كان أعظم، يعني الاكتشاف الأخير ده وضح أنه تم رصد وقرصنة وتجسس على عدد كبير من أجهزة الآيفون من قبل، وانه تم اللي تم كشفه خلال الفتره الاخيره هو جزء قليل مما حدث مسبقا، لانه بتقول السيتيزن لاب انه في سنه 2017 في ناشط اماراتي او في سنه 2016 عفوا في ناشط اماراتي تم اسمه احمد منصور تم فعل معاه نفس الشيء اللي حصل ولكن باستخدام تقنيه اخرى وتم اكتشافها لاحقا. فهنا انت بتتكلم على اكتشاف مزيد من هذه العمليات، وهنا برضو واضح كده انه الجزيره تحت العين، وكل ما يحدث في قناه الجزيره واضح انه الرسائل كل حاجة بتدور بين مذيعين القناة، بين حتى لو في توجيهات خاصة من الدولة القطرية من امير قطر من المخابرات القطرية لهؤلاء المذيعين ليبعثوا رسالة ما هنا او هناك، فهنا هذه الرسالة تم رصدها، وبالفعل الامارات والسعودية نجحوا في رصد قناة الجزيرة وضربها ضربة موجعة. اعتقد انه دي من اقوى الضربات اللي وجهت لقناة الجزيرة على مدار تاريخ انشائها من التسعينات القرن الماضي. في النهاية بتمنى اكون وضحت ايه اللي حصل في هذا الموضوع. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.